اليوم بتكلم مع واحد عن الأبراج. يعني شوف، لاحظ الشيء هذا، لو واحد يعرف الأبراج ويجي يكلمك ويبدأ يحلل شخصيتك على أساس برجك، لو تلاحظ كلامه 80% من تحليل شخصيتك يعني، أو الشخصية اللي بيحللها 80% تركب عليه برج. يا جماعة مثال عشان توضح لك الصورة، يجي هذا الخبرة يعني، يجي ويقول لك انتو هذا البرج يا لطيف، تفهموا الناس مرة كويس، بس عندكم مشكلة. اديني ايش المشكلة. مشكلتكم انه ما حد يفهمكم يا جامد، ما حد يفهمنا يا اخي. الطبيعي يعني، غير من رحم ربي، الطبيعي انه من جد انا احس ما حد فاهمني، فاهم اللي هو مهما كان جوا نفسك انت، يمكن لو فهمت نفسك كويس. فانا ما بقول انه الابراج ما لها دخل بشخصيتك، بالعكس، يمكن مثلا لو انت برج الجدي يدخل في شخصيتك شيء منه، لكن مو هو التأثير الوحيد. لا تنسى انه العامل الاجتماعي، مثلا انت كيف تربيت، مع مين المدرسة، انت مع مين اصحابك، كيف اثروا فيك، هذا يأثر على شخصيتك. ولا تنسى برضو DNA، يعني حتى انت وراثيا برضو في اشياء تكتسبها في شخصيتك. فالبرج لي دخل، ولكنه ما تقدر على اساسه تبني الشخصية وتحلل. حتى الأشياء البسيطة ترى يمكن تختلف من برج لبرج بسبب ياخذ لك الشوها، بسبب إنه كيف أنت تربيت. لا، ويجيك يعني فاهم كده صوت الحكمة يطلع منه، أنت يا لطيف مشكلتك حنون، بس ما حد يحس بيك، مع إنك بعض الأحيان تبين إنك ما أنت حنون، ويمكن أنت ما تصدق إنك حنون لكنك حنون. هذه بعد الهرجة الأولى، فأنت أريد يعني إيش؟ شوف، لو جات واحدة صح، يعني كم واحدة في البداية العامة هذه دخلت صح، لو بعد كده يقول لك أشياء كده بتفاصيل غريبة أنت هتصدقها، لأنه أريد هذا في الإقناع، أنت أريد يعني إيش؟ خلاص سمحت له إنه يدخل، فيصير كل شيء باقي يدخل في عقلك الباطن، لدرجة إنه حتى لو جاء قال لك يا أخي أنتوا هذا البرج يوم الخميس ترى تزعلوا، يوم الخميس كده يجيكم تزعلوا، أنت حتى لو ما تزعل يوم الخميس بتفكر يا أخي يمكن يوم الخميس أزعل. ترى يعني خلاص الكلام مصدق أكثر من إنك تعرف نفسك. بس 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 تقدر تعرف لو واحد جاك ويبدأ يتكلم، لاحظ صوت الحكمة، صوت الحكمة. لو بدأ يتكلم بصوت الحكمة تبدأ أنت تشك. لو بدأ يتكلم كلام عام، ركب وشوف كده، قول امشي على أختي الكلام هذا، امشي على أمي، امشي على أبوي، نفس الشخصية هذا، تحس انها تزبط معاهم. لو حسيت بصوت الحكمة انه بتكلم كلام عام، ما بقول لك اسحب عليه، ولكن لو كان في شيء ايجابي حاول تاخده، لو شيء سلبي نفض من البداية، لو تنفض احسن. لاحظ انا حجرب اسويها، خلينا نشوف قديش من المشاهدين يمكن شخصيتهم تزبط معاي. انا حقول كذا وشوف، قل لي كم في المية انا قدرت تجيب شخصيتك، نجرب يا اخي. يمكن بس انت حاول انك تاخذها من جد انها ليك بامانه، لا 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 نستهبل، عشان يعني هذا يعتبر بحث علمي، سيرفي، ما ادري ايش يسموه، بس انه حنجرب. خلاص، بصوت الحكمه، يا اخوي انت برج، ايوه هذا برجك، انتو ما شاء الله عليكم متفوقين، وبعدين لما تحطوا شيء في راسكم تجيبوه، بس المشكلة انه صعب تحط شيء في راسك، بس لو حطيته يا لطيف تجيبه، بس يبغالك تحطه في راسك. انت من الناس يا لطيف اللي عندك حكمة، ايه عندك حكمة وعندك رؤية بعيدة، بس المشكلة انك ما بتدي نفسك العلم الكافي، اقرأ اكتر. ترى نفسك هذه لو اديتها حقها يا لطيف ترى يمكن توصل مواصيل، ما استبعد يعني انك تغير في البشرية، تغير. بس اقرأ اكتر، ترى سبحان الله ربنا اكرمك ببرج يا لطيف. لا، وبعدين يعني بعضهم ما شاء الله ما يطول فيك، ما يحتاج يطول فيك، تلاقيه طول في مكان بس ما يطول فيك، ويجيب شخصيتك، تلاقيه طول فوق يمين كذا،
على فكرة هذه برضو يعني من علم الفراسة، الطول فوق يمين يعني انت بتتخيل، مو شرط يمكن تتخيل شيء صح يعني، بس انت ودرايتك بالموضوع تلاقيه طول يمين فوق، بعدين طول كذا هاي الطلة. شوف انت صوت الحكمة، انت يطول فوق كذا، ما تدري انت هو بيطول في النجم حقك الجدي مثلا، بيطول فيه ويراجع معلومات ويرجع يقول لك، ما انت فاهم، بس طلت فوق هذه طلت السنين خبرة اللعنة. طيب لا تنسى سؤال اليوم، اديني تعليقك وقول لي كم في المية من الشخصية اللي انا شرحتها عنك صح.